خلونا نبدأ بأول رسالة موجودة معانا النهاردة، وهي الحقيقة معنى جميل جدا للعطاء. بيقول: أنا أب وعندي بنتين في سن الجواز ولسه خارج على المعاش، وقلت مكافأة نهاية خدمتي أجهز بيها بناتي، لأن كل حياتي الوظيفية يدوب كانت على قد المصاريف والمعيشة وتعليمهم. بس من حوالي كام شهر عرفت أن عندي مرض خطير وابتدى ينتشر في خلايا جسمي، وطبعا علاج المرض ده مكلف وأنا مش عاوز أضيع فلوس المكافأة على علاجي، والله أعلم إذا كان هيجيب نتيجة ولا لأ، ومعرفتش أجهز بناتي. أنا رفضت العلاج ومعرفتش حد عندي في البيت إني مريض ومحتاج أبدأ رحلة علاج مع المرض اللعين، وبدعي بس إن ربنا يعني مخليني مش قادر إن أنا أشتغل، وإنه مش قادر لأنه خرج على المعاش. بيدعي ربنا طول الوقت إن ربنا يقويه لحد لما يسطر بناته. المشكلة بقى إن زوجتي طول الوقت بتتهمني إني مقصر في حقهم، وإني لازم أشتغل بعد المعاش، وإني سلبي ومكتفي بقعدة البيت بعد المعاش، وهو مش عاوز يتكلم ولا محتاج تعاطفهم، وفي نفس الوقت تعبه وسنه مش مخليه قادر إن هو يشتغل. خايف إنه يضيع الفلوس اللي شالها لبناته عشان يجهزهم في علاجه، وبناته ما يلاقوهوش حاجة يتجهزوا بيها. بيقول: عاوز أعرف أعمل إيه. يمكن ده سؤال مهم جدا من ضمن أسئلة كتير جات لنا، هنجاوبها إن شاء الله النهاردة مع فضيلة الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وإن شاء الله هنكون في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ، سلام عليكم وأهلا بحضرتك. عليكم السلام، أهلا وسهلا. أنا بقول إنه ده قمة العطاء، إنه بني آدم يكون مريض وتعبان ومرض زي ده، والمرض ده بيبقى ألامه شديدة جدا ومحتاج علاج ومحتاج يبدأ رحلة علاج طويلة، فيحرم نفسه من الشفاء ويتحمل ألام المرض عشان خاطر ولاده ما يحتاجوش لحد. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. الحقيقة ده بيبين يعني إزاي الأب ممكن يحرم نفسه من أجل سعادة أبنائه، بل مش بيحرم نفسه بس، ده هو مش عايز يتعالج وخايف ليضيع زي ما بنقول القرشين اللي خدهم في لما طلع على المعاش، يضيعهم في العلاج. الجانب الفقهي الخاص بالقضية دي طبعا الجانب الاجتماعي فيها الحقيقة هي قصة مبكية فعلا. الإنسان يرضى بتحمل ألم هذا المرض اللعين وما يرضاش ان هو يدفع اي قرش من معاه علشان يخليه لبناته عشان يسعدهم، فده طبعا يعني ربنا ان شاء الله ينزل عليه شفاء، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يجبره في مرضه كما يريد ان يجبر خاطر هاتين البنتين. الجانب الخاص بها ان العلاج مستحب مش واجب، لان ما قدره الله سيكون. العلاج سبب فقط، يعني الانسان لو لم يعالج خلاص ما في، يعني لما ربنا يقدر للروح ان تخرج هتخرج في الوقت المقدر ليها، هو بس العلاج عشان يستطيع ان يتحرك وهو بدون الم يستطيع، والا فالروح هذه لها وقتها المحسوب. فبنقول العلاج مستحب مش واجب، بس اللي انا عايز اقوله انه يشرك اللي حواليه. ليه؟ علشان البنت. طب هو كده ما عليهوش حرمانيه ان هو في ايده العلاج او يقدر؟ لا مش حرام، يتعالج. ليس حراما، مش كده هلاك لصحته؟ لا مش حرام، يعني هو احنا بنقول العلاج على الراجح ان العلاج مستحب وليس بواجب. العلاج مستحب مش واجب، بمعنى ان هو يقدر يتحمل، طالما قادر يتحمل يتحمل، استطاع ان يتحمل هذا يتحمل، حتى اذا كان هو قادر يتحمل الام المرض. نعم، ما هو صحته هتبقى في تدهور، عمره ما هيخف وهو ما بياخدش علاج. ما هو احنا شوفي حضرتك، احنا بس عايزين نتكلم على روح لها وقتها المعين في الخروج، ده موضوع مفروغ منه. مفروغ منه اذا كان بياخد طيب. العلاج فهو في ميعاده. جميل. بدن ياخذ العلاج حتى يقوى على تحمل الحياه. بس انا مش هاخد علاج وهفضل قاعد في البيت، ولكن احنا بنقول له لابد من اشراك البنات في هذا، من اشراك اعلام البنات واعلام الزوجه. ليه؟ حتى لا يسمع كلمه جارحه من الزوجه، وما يظنوش ان هو مش عايز يعمل لهم حاجة. بالضبط.
وان البنات يعرفوا. يعني خلي بال حضرتك، لجوء البنت وبكاؤها بين يدي الله ممكن يكون فيه شفاء لي. طبعا لما البنت تعرف ان ابوها اللي هو يعني ملهاش غيره في هذا الامر الشديد، هتدعي بالليل، تصلي وتدعي، البنت تدعي لك وهكذا. فاما ان احنا نكتم في انفسنا وانك انت تسمع ربما كلمات شديده من الزوجه، لا، واكيد هم محتاجين وجوده في وسطهم ومعاهم. فحتى تبقى ممكن يقول لك خلاص انت عالج نفسك بالمبلغ ده او خد الفلوس عالج نفسك بيها، ولا شك ان ده طبعا افضل. لا شك ان ده افضل. فهي طبعا هي مشكله اجتماعيه اكثر ما هي فقهيه. الجانب الفقهي اللي فيها هو خاص بالعلاج، العلاج مستحب ولا العلاج واجب؟ Watch it.